ولتعليقه على القرار الضمني الصادر عن القاضي فادي صوان حول التحقيقات الجارية في أحداث خلدة. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحامي وأستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب. أهلا بكم سيدي. أهلا فيك، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدين. بس حبيت صلح أنه في التقرير الذين قاموا بنصب كمين لموكب التشييع ليسوا أهالي عرب خلدة، إنما أن ميليشيا حزب الله هي من استفزت أهالي عرب خلدة وأطلقت الرصاص وهجمت على البيوت في محاولة لقتل أهالي عدد كبير من أهالي خلدة. تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح دكتور. وانطلاقا من القرار الظني حول تحقيقات أحداث خلدة، إلى أي مدى كان هذا القرار منصفا للأهالي؟ هذا القرار الاتهامي الذي صدر عن قاضي التحقيق فادي صوان هو قرار غير واقعي وغير قانوني، باعتبار أن هذا القرار فقط اتهم أهالي خلدة المعتدى عليهم من قبل ميليشيا إرهابية، وكل العالم رأى الصور ورأى الفيديوهات التي كانت تنقلها وسائل الإعلام مباشرة، كيف كانت عناصر ميليشيا حزب الله الإرهابية تطلق الرصاص على الآمنين من أهالي عرب خلدة، كيف هجمت على البيوت، كيف استعملت الأسلحة الصاروخية، كيف استعملت السيارات المدججة بالسلاح دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوقيف أي مجرم من هؤلاء المجرمين، ودون أن يعذب نفسه القاضي صوان بالادعاء على أي من هؤلاء المجرمين. هنا الاستنسابية والكيل بمكيالين في القرار الاتهامي الصادر عن القاضي صوان الذي اتهم فيه فقط المعتدى عليهم، والذي حاول إدانة المعتدى عليهم فيما ترك المجرمين والقتلة والإرهابيين يسرحون ويمرحون بدون أي رقيب أو بدون أي ادعاء، وهذا ما يبين على أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز. اعترض كثيرون على هذا القرار، ما سبب الاعتراض بالتفصيل باعتباركم أشرتم في البداية على طبيعة المشاكل التي حدثت في خلدة؟ أولا الاعتراض يأتي من الناحية الأولى على أن هذا القرار لم يلاحق به أي من المتهمين المجرمين الأساسيين الذين ارتكبوا تلك الجريمة، وهم عناصر ميليشيا حزب الله، والأدلة واضحة وظاهرة كانت على شاشات التلفزة، حتى أن المحامين المتابعين للملف قدموا الأدلة والصور والفيديوهات للمدعي العام العسكري ولقاضي التحقيق فادي صوان، ولكنهم رفضوا الأخذ بها. كذلك الاعتراض يأتي في الدرجة الأولى على الضابطة العدلية وشعبة المخابرات التي كانت تحقق في هذا الملف، وكان عليها أن تأتي بكل المجرمين وأن تضع أسماء كل المعتدين من ميليشيا حزب الله، ولكن لأسباب سياسية رفضت ذلك، وهذا غطاء وهذا يشكل تغطية للمجرمين ولعناصر ميليشياوية إرهابية. لا يجوز ولا يحق لضابطة عدلية أن تحمي مجرمين وإرهابيين مصنفين إرهابيا في كل دول العالم، والكل شاهد إرهابهم على شاشة التلفزة في هذه الجريمة. كذلك قاضي التحقيق والمدعي العام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عقيقي الذي رفض الادعاء على أي من هؤلاء المجرمين، وكذلك مدعي عام التمييز الذي رفض الادعاء أو طلب الادعاء على أي من المجرمين الذين التابعين لميليشيا إرهابية، هذه الأفعال تشكل مخالفة قانونية قام بها القضاة وقام بها قامت بها الضابطة العدلية وضباط الضابطة العدلية وعناصر الضابطة العدلية، مما يشكل حماية للمجرمين ولعناصر ميليشيا إرهابية. وهنا تكمن خطورة الموضوع، أن تكون هناك ضابطة عدلية تتبع للجيش أو محامي عام عسكري أو قاضي تحقيق عسكري يحمي المجرمين ويحمي بالأخص الإرهابيين من عناصر ميليشيا إرهابية تقتل وتجرم على مرأى ومسمع من الناس. وهذا بحد ذاته إدانة لهذا القرار الذي يبين أن هناك استنسابية، هناك كيل بمكيالين، فكل العالم وكل اللبنانيين بالذات رأوا العناصر التابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية هي من تطلق الرصاص، هي من تعتدي على الآمنين في منطقة خلدة، هي من دخلت إلى منطقة خلدة، منطقة تواجد العشائر، وهذا ما يبين أن هذا القضاء للأسف يخالف القانون ويرتب على القضاة مسؤولية أخلاقية وقانونية. ويمكن وأنا أطالب المحامين بأن لا يتركوا هذا الأمر، وسوف يعملون على ملاحقة القضاة الذين يحمون الإرهاب ويحمون العناصر الإرهابية والميليشياوية ويحمون القتلة والمجرمين ويحمون
من يفتك بالسلم الأهلي في لبنان. نعم، بالحديث والإشارة عن السلم الأهلي، ما حجم المخاطر التي تواجه لبنان بفعل هذا السلاح المنفلت في الشوارع وتهدد المدنيين وتهدد كذلك سلطة الدولة؟ هذا خطير جدا على السلم والأهلي اللبناني. أولا، وجود سلاح تلك الميليشيا هو مخالف لقرار 1550 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقرار 1701 وغيرهم، هو مخالف للدستور اللبناني. ولكن الأخطر هو أن يقوم بعض القضاء وبعض الأجهزة الأمنية بحماية المجرمين وحماية ميليشيا إرهابية، وهذه هي الخطورة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. دون أن ننسى أن هناك ملفات سابقة خطيرة جدا قام بالتحقيق بها نفس الأجهزة الأمنية، ونفس القضاء أصدر نفس القرارات بصورة مخالفة للقانون والواقع. نتذكر ملف عرسال، كيف تم اتهام تم اتهام من اعتدي عليه حماية لميليشيا حزب الله الإرهابية. ملف عبرة في صيدا، حيث تم اتهام فقط المعتدى عليهم من أهالي صيدا وعبرة دون أن يتم اتهام أي من المجرمين التابعين لميليشيا حزب الله بتغطية قضائية، وهذا أمر خطير جدا. كذلك ملف أحداث طرابلس، ملفات كثيرة، ملفات تعذيب تمت تحت التحقيق في ملف خلدة وملف عبرة، هناك شهداء سقطوا في التعذيب في ملفات عرسال وفي ملفات صيدا، منهم الشهيد نادر البيومي، وهناك عشرات الشكاوي قدمت إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية التي احتفظت بالملفات ولم تحرك ساكنا برغم من أنها جرائم. من هنا تأتي المسؤولية أولا على السلطة السياسية في لبنان التي تسكت عن هذه الانتهاكات التي يرتكبها بعض القضاء العسكري وبعض الأجهزة الأمنية، ومن هنا تأتي خطورة أن يقوم بعض القضاء العسكري من مثل قاضي التحقيق والمدعي العام العسكري بقيام بحماية مجرمين، حماية إرهابيين، بتزوير التحقيقات. نعم، هذا تزوير للتحقيق، لأن التحقيقات كانت واضحة والوقائع ثابتة من أن من هناك من أطلق النار وارتكب الجرائم على مرأى ومسمع من كل العالم ونقلته وسائل الإعلام، وقام قاضي التحقيق ومدعي العام بحماية المجرمين وعدم الادعاء عليهم. هذا يشكل مخالفات قانونية، بل مخالفات جرمية كبرى تستدعي أن يتم محاكمة هؤلاء القضاة وإنزال أشد العقوبات بهم، لأنهم قضاة يخدمون مصلحة الإرهابيين، مصلحة ميليشيا إرهابية، يخالفون القانون، يخدمون مصلحة الفتنة في البلد، ويخدمون كل ما هو ضد الدولة اللبنانية ولا يطبقون القانون والدستور. شكرا جزيلا لكم دكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانونية الدولي، حدثنا عبر منصة سكايب من مدينة إسطنبول التركية.